الفنانه ايمي سالم منورانا عبر شاشه وشي. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكم كالعاده، على طول معاكم يا رب. مبروك علينا وضع امني بطوله الفنانه عمرو سعد ودور مذيعه متسلطه او مبتذه، شايفاها ازاي؟ رخمه جدا. انا عايز اقول لك والله العظيم في مشاهد كنت بخلصها مع عمرو وبدور كده وشي ناحيه ثانيه وبشتم، فبيقول لي بتشتمي فين؟ بدور ثنائي المصري اللي انتوا مليني بيها دي. فلا، هو دور كان صعب بالنسبه لي جدا لان هي سوسه قوي و شخصية بتدوس على أي حاجة مقابل مصلحتها، ما عندهاش مبادئ معينة، وده بعيد عني تماما. فكنت قلقانة إن أنا أبين كسرة في الشخصية شوية، بس الحمد لله رب العالمين الفيدباك عجبني جدا من الناس، كنتش متخيلة إن هيبقى كده، وخصوصا الناس اللي عارفيني شخصيا إن أنا أبقى بالشر ده، فده الحمد لله يا رب، لدرجة إن هم فعلا قلبوا عليا كإحساس يعني. العتاب دايما في المسلسل ليه انتقادات وليه محبينه وبتاع، دايما بيقولوا اشمعنى عمرو سعد في السيناريو كان مكتوب ان عمرو سعد دايما بيتلدع من السيناريو المصري مره واثنين وثلاثه، اشمعنى؟ اقول لك ليه، هي الموضوع ان هي مش مركزه مع حسن كحسن، هي مركزه مع ان ما ينفعش حاجه تيجي ضد مصلحتها او تفضح الكومبينه اللي هي بارت فيه. وحسن مش عايز يسيب الموضوع، يعني مش عايز يجيف اب، عايز يفتح نفس القصه ونفس القضيه فكل مره طبعا بتيجي في عليه هو يعني. بالرغم ان احنا لغايه دلوقتي شايفين ان هو انقذها من الموت جوه المستشفى مره، بس مش هنعرف بقى دلوقتي سناء ظروفها ايه لغايه الحلقه الاخيره، اني اكيد مش هحرقها. بس هي من الشخصيات اللي مش يعني الموضوع مش حسن في حسن، الموضوع ما تجيش جنبي وهو مصمم، فعشان كده اتلدع منها كذا مره يعني. الناس بصراحه بتشكرك، وانت ركزت على دور المفروض دور الاعلام الايجابي ما يكونش الاعلام بهذا الشكل العام او الناس اللي بتشوف. خلي بالك ان برضه سناء المصري هي ميكس، يعني كذا حد نسبني لمذيعه معينه، هو لا خالص بغض النظر الاسامي اللي اتنسبت لي ايه، بس لا خالص هو ميكس من كله يعني، هي وغيرها وغيرها وغير كل ما هو على الساحه الاعلاميه دلوقتي، ده يعني ضربتهم في خلاط وعملت منهم سناء المصري، لان ده فعلا حاصل وبيحصل بقاله دلوقتي 7 سنين بالظبط. بعيدا عن الوضع امني، ايه الجديد عند ايمي ولا هناخد فتره نقاهه ونريح شويه؟ لا مفيش نقاهه خالص ان شاء الله. لا نقاهه ايه بقى، ما احنا بقالنا كتير قوي في نقاهه الحقيقه، هو ما صدقنا ان الدنيا ابتديت اركز جامد جدا، وان شاء الله في سينما ومسلسل العوده ان شاء الله داخلين قريب. ايه بقى دورك في ايه مسلسل العوده؟ لا ده نو واي، ده نو واي نو واي، ولا هينفع عندي فيه نبذه ولا اي حاجه. هي هتبقى خضه جديده من نوع جديد ومفاجاه للوسط كله. مجنونه موضه كالعاده، واحنا عندنا بنمتلك بعض البراندات برضه. لوك النهارده والاطلاله بقى. اللوك النهارده اكشلي من واحده ليبيه، هي اللي عامله الجلابيه، مش الجلابيه، عبايه دي. وهي لسه جايه مصر من قريب، من 6 7 شهور، واكشلي بتعمل الحاجات دي بايديها. ف اريج لا الشعر عم صلاح، كفر بتاعي انا عم صلاح كده، حد كبير كده، عارف الناس القديمه بتاعت زمان اللي تقعد تعمل الشعرايه وتحب فيها وتطبطب عليها كده ما... ايوه بحب الناس اللي تطبطب عليا. بس والميك اب انا